الله أكبر الله أكبر. مدينة أثر تتعرض لقصف صاروخي من قبل قوات بشار أسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف منازل مدنيين من قبل فوج 46 في مدينة أتارب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أين العالم؟ أين العالم لينظر ماذا يحصل في مدينة أتارب في سوريا؟ الناس تقصف في رجمات الصواريخ. الله أكبر. صاروخ آخر. الله أكبر.